هذه ليست صورة ممثل أفلام هوليودية أو مجرم من أمريكا الجنوبية، بل هو أحد أخطر المبحوث عنهم في ولاية تيزي وزو، شاب يبلغ من العمر 30 سنة. إنه بابلو الفلاح. قصة أخطر مجرم بولاية تيزي وزو. اشتهر بابلو الفلاح بهذا الاسم نسبة لمزارع القنب الهندي التي يملكها في أعالي تيزي وزو، وتقمصه شخصية بابلو إسكوبار بكل تفاصيلها، من المزرعة البيت الريفي إلى العمل المافيوي. تأثره ببابلو إسكوبار يظهر جليا في الصور التي ينشرها عبر الفيسبوك وطباعته لصورة إسكوبار وصورته على قميص. اتخذ بابلو الفلاح من المناطق الجبلية الوعرة مسرحا لتنفيذ مخططاته الإجرامية، حيث تكررت اعتداءاته بالسلاح الأبيض على المواطنين وممتلكاتهم، وأخذ يشهر للأسلحة التي يتاجر بها علانية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أسلحة نارية من مختلف الأصناف ومخدرات بكميات مختلفة. وبفضل التنسيق المحكم بين مختلف الوحدات الأمنية العملياتية في الميدان، وبعد عملية استعلاماتية دقيقة، تم تحديد مكان تواجد بابلو الفلاح، حيث تمت مداهمته ليلا من طرف الوحدات الخاصة في مكافحة الإجرام لأمن ولاية تيزي وزو على 10:30 ليلا بالمكان المسمى عين الزبدة بين ولايتي تيزي وزو والبوير. ورغم محاولة بابلو الفلاح الإفلات من الشرطة وإطلاقه لأعيرة نارية رفقة شركائه، إلا أن عناصر الأمن كانت له بالمرصاد لتوقفه و13 شخصا من شركائه. الموقوف اتضح أنه محل 11 أمرا بالقبض صادر عن جهات قضائية لتورطه في عدد كبير من القضايا الجنائية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.